شو بدها هيك ديانا؟ ماشي الحال كلهم على راسي كلهم؟ اهلا اهلا سيدي مهيوش. اهلا اهلا فيك سيد مستر منستر، لقد استدعيتني على عجل وانا جئت على عجلات. كيف امور؟ ايه سيدي مهيوش، صراحة انا بعتت وراك بدي احكيك بموضوع الانتخابات. تحفنا بافكارك، ما عم بيزبط شيء معي صراحة، كلهم عم بيهاجموني، ما في مشروع عم بيزبط معي. بحكيهم بملف الحرب بيقولوا لي حشتن بشقبور، بحكيهم بملف البواخر للكهرباء بيقولوا لي اصلا ملف الكهرباء مكهرب من اساساته. صحيح صحيح. انت يا معالي الوزير، انا بنصحك تقدم مشروع بفيد الناس، مش لاقي كيف؟ لك ما قلنا لهم الليله بدي استرجع حقوق المسيحيه بكسروان وبجبال. يا خيي انت لو بتفك شوي عن ظهر المسيحيه مش لاقي كيف بيكون اريح. معالي الوزير، انتوا يا خيي بكسروان وجبال صار لكم 13 سنة مسكين بزمام الأمور، ودك من مين بدك تسترجع حقوق المسيحية هونيك؟ كلكم ضدي، هذا بشد داره فيه، كلكم ضدي، ما حدا عم يفهمني، خلص بقى، حتى أنت يا بروتوس مهاوج، حتى أنت يا مهاوج. يا معالي الوزير، نصيحة مني، بما أنه كلهم ضدك، أنا برأيي يعني لازم تراجع حساباتك. مش لاقي كيف؟ انا برايي ما بقى يعني ما بقى تنبش ملف الحرب، لانه الحرب خلصت من 30 سنه اذا ما معك خبر. مش لاقي كيف؟ بعدين ما بقى تحكي بحقوق المسيحيه يا خي، احكي بحقوق اللبنانيه. مش لاقي كيف؟ وقصه هالبواخر خفف لي اياها شوي، لانه هذا الملف عليه مشكل بالبلد. مش لاقي كيف؟ انا فعلا خي مش عم تفهم. لا يا خي لحظه، ما عم بتربيني، نطرتك شو ما تخلص. لا يا خي خلص، انا احسن منك. وين فين بهالليل؟ ماشي الحال؟ معك سياره؟ لا انا بيوصلوك الشباب. لا ما معي سيارة، انا معي بسكليت. ما قلت لك باول السكتش لقد جئت على عجلات. شو مهضوم الفكرة، معك بسكليت جاي على البسكليت بس؟ لا هلا عتمي خطنا، خلص حدا بيوصلك. لا ما عليك، اصلا انا مركب لها دينامو ضو. مش لقيت كيف؟ انا على البسكليت بضوي. انتو معكم ملف الكهرباء من 13 سنة ما عم تعرفوا تضووا، ودك. لحظة على البسكليت بضوي أنا. لحظة عمي مهاوش، لحظة اوعى تفل، لحظة شوي اعطيتني فكرة بتعقد. شو هالفكرة الاخت شليتي هيدي؟ لحظة شوي، هيدا مشروع انتخابات رائع. لحظة مشروع؟ ايه. الو فولار، قصدي سيزار. ليك حبيبي، ايه جبران معك، مين بده يكون يعني؟ ليك حبيبي انا بدي وصي على باخرة. لا لك، لا مش باخرة كهرباء، باخرة بسكليتات. بدي اجبر كل اللبنانية يحط كل واحد منهم بسكليت ببيته، يضل يدعوس 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 يدعوس، يعبي الدينامو ويشعشع بيته كله سوا. هيك بنكون حلينا مشكلة الكهرباء. سكوت. ودك حل عنا يا وانا كنت اكتب على الحيطان.